وجانا القطار بدروبة ولا تقاطع ولا إشارات. يا عيال وراكم تاكين هنا مخليني الحالي. يا أبوي هنا المشكلة مقاعد على حسب التذاكر. أم عاد بيجون ذولي بشي يكون علينا بعد شوي. يا ملحوس ايش فيك تلفت كأنك مضيع لك شيء؟ جوع يا عيال. يا أبوي لحقت جوع أنت دوبها ركبنا. بطنك فيها دود؟ إيه وفيها دود. الفئة اللي إحنا فيها ما فيها أكل. الأكل في الفئة اللي ورا. هاي عامر ورع تعال يا فقي. هاي Hello, I'm sorry. How can I help you? أبي أكل أكل. I believe you're from economy class and you can't have food here. Can I have your ticket, please? تذكرة. Yes, from your ticket. It says economy. Can you go back to your seat, please? Thank you. Tickets, please, and passport. ما هو؟ أقول لك مو يبغى هذا مو. What do you want? Tickets please and passports. حبيبي بالتذكرة والجواز يا سبيكة. أقول لك احترم نفسك لا تقول لي سبيكة. لا مكنك ظرف هنا. تفضل يا حبيبي يا روحي يا مفتشنا. بوس أحسن. Thank you. مو دخلك. Please your tickets. أنت؟ Yes. Thank you. Thank you. Please passports and tickets. Thank you. Thank you. Your tickets, please, and passport. Passport. بالشنطة. كفتة. ياوة جيب شنطتي السودة. في أنا شنطة حقك. هناك ورا. I will back. خذ هذه الشنطة حقك وثاني مرة جيبها أنت بنفسك. وش تقول؟ أنا آسف يا عامر. اهجد اهجد وجلس. Where is the passport? الشنطة الثانية. What? الشنطة الثانية. He said his passport in another bag. I need to see it. إيش فيك عامر كده وجهك مقلوب؟ الشنطة يا عيال. الشنطة فيها فلوس وسلاح ومخدرات. شو تقول أنت؟ هذه ما هي بشنطتي. فيها مخدرات يا عيال. ايش قد نضحنا انت اسكت. ايش المصيبه دي اللي دخلتنا فيها كفته يا فقي؟ هشيله يا عيال ورمي مع الدريش الحين ذا. يا عيال هاتوا. انا مو دخلني هو قال لي جيب الشنطه. الشرع مو عليك. الشرع اللي يعتمد عليك. الحين المهم المفتش شاف ولا ما شاف؟ ما اظن انه شاف. اسمعوا يا عيال انا بروح ارجع الشنطه ولا من شاف ولا من تري. خلونا نبلغ الشرطة. ايش حاسكم؟ تبغى نخش في السين وجيم؟ اهجد انت وياه. خلكم طبيعيين عيال. يا ابوي تستهبل انت راجع بنفس الشنطه. يا عيال ما لقيت شنطتي. جوازي فلوسي اغراضي كلها موجوده في الشنطه.
عزوز خذ اقرا الرساله. يا اخوان مكتوب في الرساله انه صاحب الرساله يقول لكم انتم خبصتوا عليه اكبر صفقه، ومطلوب منكم انكم تسمعوا كلامه وتتبعوا التعليمات، ومو كذا كمان، واذا نزلتوا من القطار راح تموتوا. يا عيال مو وقت استهبال ومقالب، مين اللي ارسل الرساله؟ يا ابن الحلال الفاضيلك مو انا اكيد. وانا انا اكيد مو انا. يا عيال ايش الحل دحين؟ Dear passengers, we would like to inform you that we arrived to our noon next station, number 5. يا عيال لا حد ينزل من القطار. سي عامر هذه المحطة حقتنا وترك استنانا برا. تفهم ولا ما تفهم؟ أقول لك لا حد ينزل.